أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. يعرفنا بداية أن نتقدم إليكم يا صاحب السمو بأسماء آيات الشكر والامتنان لتفضلكم الكريم بحضور هذه الاحتفالات في خدمة اقتصادنا الوطني وخدمة دولتنا. وما شهدته من تحولات 50 عاماً مضت على هذا السطح المصرفي العريق الذي ما كان إلا بما سمى التأسيس لضيوفنا وعملائنا الكرام بمسيرة 50 عاماً من الالتزام والثقة وعن التنافسية التي خلقتها الفرص الواعدة في عالم المال والأعمال وفلسفته ومفاهيمه الحديثة ورؤيته المستقبلية المجددة التي لا حدود لها، التي مكنت من تجاوز كل التحديات على أن يكون النموذج المصرفي المميز بسياساته ورسالته الراسخة. سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رعاه الله، سيدي فإنه لمن دواعي الاحتجاج أن يتم اختياري من قبل رئيس أعضاء مجلس إدارة بنك دبي التجاري لأكون متحدثاً في هذه المناسبة التاريخية لتأسيس بنك دبي التجاري. أسهم ذلك إسهاماً واضحاً في وضوح الرؤية والرسالة والأهداف لهذا البنك العريق تجارياً واقتصادياً وعمرانياً. أكمل البنك منذ تأسيسه حتى الآن 50 عاماً من الإسهام لهذا البنك وطن والمواطن. إن قصة النجاح حيث سعى الجميع إلى أن تكون لهذا البنك، اكتشفت بأن بنك دبي التجاري يضع الثقة في الثقة، ليس في شخصيا ولكن في كل المتعاملين معه. بنوك إماراتنا سيدي قلاع اقتصادية متينة.